سيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. خلاص بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما شوبا. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى الشمس وجدها تغرب في عين حامية وجدها تغرب في عين حامية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف يعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا. صفات والمخارج اتفق. أكملي بعد هذا البيت خمسة أبيات. حوفان فالمثلان فيهما أحق. اقرأي كما قرأت. إن في الصفات والمخارج اتفق. حوفان فالمثلان فيهما أحق. وإن يكونا مخرجا تقاربا. وفي الصفات اختلفا يلقبا. متقاربين أو يكون اتفقا. في مخرج دون الصفات حققا. بالمتجانسين ثم إن سكن. حوفان أول كل فالصغير سميا أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل.